السلام عليكم. هوريكم دلوقتي ازاي طريقة فك الكفر الخلفي للشنطة، تمام؟ بحيث ان انت لو عايز تعمل اي حاجة في الاضاءات هنا، تمام، لازم تفك الكفر ده. هوريك ازاي دلوقتي طريقة الفك بتاعتها. مسمار او كليبات بلاستيك على شكل مسامير، هتفكها باي مسمار او اي حاجة زي كده، تمام؟ بتطلع خالص اهي، بص ده. وفي اثنين في الجناب، واحدة هنا واحدة هنا، يعني اربعة في الوجه ده. بعد كده في عندك في واحدة هنا، في قطعة بتساعدك على فك الديكور، هحط لكم برضو اللينك بتاعها في الديسكريبشن. طيب في عندي مقبضين هنا اهو، مقبض هنا، مقبض هنا، ومقبض هنا. اول حاجة هتعدي الكفر من الاول، الجزئين ده، الجزء ده والجزء ده، تمام. بعد كده هتيجي على المقبض ده، ده تزقه لتحت. بعدين تعدي من هنا، لازم تاخد بالك ان يكون معدي من هنا، زق ده لورا عشان يطلع من مكان المقبض بتاعه. تمام كده، خلاص دي بقت حره معاك. لو عايز تشيلها خالص هتشيل الاثنين دول، تمام، وبعدين تشيل دي خالص، تشيل، تمام. بعد كده هنجيب القطعه الجديده، نفس الطريقة بالظبط، هحطها في الأماكن بتاعتها كده، هضغط عليها للآخر خالص وألفها، هي مش هتلف في اتجاه العكس خالص. بعد كده برجع أرجع دي مكانها هنا، تمام كده، ركبت. وأوريكم شكلها بعد ما خلصت هتبقى عاملة إزاي. هنروح برضو على الناحية التانية، هفك على الكليبس ده وهنزل اللمبة كلها، تمام، نفس الطريقة بالظبط، هضغط على اللمبة للآخر وألفها كأني بفك أي حاجة كده، خلاص طلعت. نجيب بعد كده اللمبة الجديدة، نفس الطريقة للآخر خالص، بعدين نلفها، تمام. بعدين دي ناحية، دي اتجاهها لجوه، دي خلاص، وهتبقى الطريقة اللي نظرها كارك. توريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. دلوقتي هركب تاني، خلاص هرجع بعد ما ركبنا اللمبة الليد بتاع الفوق او الرير فوق. هنركب الناحية التانية، وانت بترجع لما يجي نرجع الديكور تاني مكانه، هتبدا تدخل الجزء دوت في المقبض بتاعه هنا، المكان ده هنا وهنا اللي هو المقبضين دول، تمام. فهتبدا تزقهم بس كده، ودي كذلك. وانت بتزق خليك فاتح دي لبره عشان دي ما تمسكش في الجزء ده، تمام كده ركبت. انا هركب بس الفاستنر تاني بنفس الطريقة، يعني هركب ده هنا تاني اهو،
لا تقدر تزقه بس، يعني وانت بتدخله تقدر تزقه بس خلاص. تمام. وكذلك الاثنين اللي جوه هبدأ ارجع الديكور ده ثاني بنفس الطريقة، هنزله تحت خالص بحيث انه يدخل كده، وارجع ازق هنا. ادي الكلبسات بتاعته. تمام. الجزء ده بنفس الطريقة هرجع انزله هنا، ودول مفتوحين، وهبدأ ازقه ثاني كده، اتأكد بس ان كل حاجة مكانها. تمام. وارجع ازقه ثاني كده، وهرجع اقفل الكلبسات دي كده. تمام. هوريكم دلوقتي شكل اللمبه او الاضاءه عامله ازاي.